شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه بفوز نادي الزمالك 36-29 حتى الان، هتبقى في طبعا الفتره الثالثه والرابعه. برحب بضيوفي المره الثانيه الكابتن نبيل بخيت، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن كريم ضيف، اهلا بيك. اهلا بيك كوتش. كابتن نبيل، راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه فنيا ويعني وتحليلك للاحداث المباراه. بص، هو نفس اللي احنا قلناه، الاهلي اعتقد ان هو ابتدى بدايه فيها تراخي كتير، فيها ثقه بدون بذل مجهود. الزمالك كان احسن في الريباوند على الباسكتين، كان احسن في الهجوم السريع. ده تعبنا ان احنا نقدر نرجع للمباراه. 7 بونت مش سكور، يعني فرق 7 بونت مش سكور كبير، لكن الاهلي لازم يبتدي يرجع. يعني ما حدش لعب بمستواه خالص من لعيبه الاهلي. الماتش 2-3 بوينت للزمالك و2-3 بوينت للاهلي، المهاب وابو النصر للاهلي وكيجو وولتر للزمالك. بقيه الجيم كله عباره عن جري جري جري، يعني الزمالك جري علينا فاست بريك اكتر ما احنا جرينا عليه. مفيش توفيق تحت الباسكت بالنسبه للنادي الاهلي. تمام. كابتن كريم، راي حضرتك فنيا ايه المباراه، رؤيتك؟ تمام، انا اتفق جدا مع كابتن نبيل، وزي ما قلنا في الاول يا كابتن هيثم، البدايه مهمه جدا. تمام، لو جينا نشوف النادي الاهلي هنلاقي ان احنا اول 5 دقائق مش دي البدايه اللي احنا كنا نتمنى ان احنا نبتديها. تمام، اول 5 دقائق السكور تقريبا 10-2 او 12-2. بعد كده كابتن اشرف حاول يغير شويه في التيمبو بتاع الجيم، بحيث ان هو عمل 3 تغييرات وبدا يغير من ديفنس المان تو مان، بحيث ان هو يعمل بريس، بحيث ان هو يسرع شويه التيمبو بتاع الجيم، فقدرنا ان احنا شكلنا مختلف شويه، بس شكلنا مختلف من غير فعاليه. احنا عملنا تقريبا 5 أو 6 ستيل من نادي الزمالك، وما ينفعش تعمل يعني 5 6 أو 7 كور بالظبط، قطعت 6 أو 7 كور وما يعني ما استفدتش منهم جامد. انت المفروض لو استفدت من كل كور دي ما ينفعش السكور بتاعك يبقى اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. تمام، فاول 5 دقايق النادي الاهلي كان حاجه، بعد كده النادي الاهلي بقى حاجه ثانيه خالص. زي ما الكابتن نبيل قال 2-3 بوينت ده قليل جدا، واحنا كنا بنقول ان الماتش فنيات مش هتبقى اعلى حاجه او مش هتبقى احسن حاجه. تمام، لازم اعوض ده بالروح. اللعيبه اول 5 دقائق تحس ان هم تايهين، بيدوروا على ان هم يلعبوا ازاي. بداوا بعد كده كل واحد يحاول يشوف اذا كان هو ازاي هيحل انديفيديوال او لوحده. تمام، فلازم الفرقه تلعب مع بعض، الكره تمشي اسرع. زي ما كابتن اشرف كان زق، يعني احنا سمعنا صوته بيزعق في حتتين. كابتن اشرف دايما بيزعق في الديفنس وان الكره ما بتمشيش بسرعه. طب خلينا يا كابتن نكمل كلام حضرتك، لان واضح ان احنا حتى لما سمعنا التايم اوت كان في كلام كتير، بس خلينا اطلع لفاصل وارجع لك تاني كابتن كريم. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن تحليلنا الفني لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في كره السله. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا برحب بضيوفي للمره الثالثه، كابتن نبيل بخيت وكابتن كريم ضيف. كابتن نبيل، يمكن حتى الان المباراه لا ترقى لمباراه قمه، هل ده بسبب التوقف، بسبب الاعداد، بسبب ايه؟ يعني حضرتك رؤيتك ايه الفنيه لهذا الموضوع؟ زي ما قلت، هو طبعا عامل اساسي التوقف، وعامل تاني التوتر. يعني انا شايف ان تحت الباسكت في عدم تسجيل فترات كتيره، وزي ما قال كابتن كريم ان اللعيبه يعني عملت ستيل كذا مره وراحت للباسكت بس ما جابتش الباسكت، فده عمل عدم ثقة وعدم يعني كفاءة. ان انت مثلا بعمل البريس وبقطع الكورة وما بحطش باسكت، يبقى كأنك ما عملتش حاجة. بس ده بيزيد التوتر كمان. طبعا جالي كور سهلة اكيد بيزيد التوتر معايا. طبعا، وده خلى اللعب بقى فردي شوية. يعني بقى كل لعيب عايز يدخل يجيب باسكت، ما بيقدرش يجيب باسكت، اللعيب التاني بيجرب يجيب باسكت، ما بقاش اللعب جماعي خالص. صحيح. طب كابتن كريم، رايك هل برضو المباراه تلقى مباراه قمه، ولا انت شايف التوتر غلب على اغلب فترات المباراه؟ لا طبعا، زي ما حضرتك بتقول وكابتن نبيل، هو التوتر والتوقف مأثر طبعا على السكور، وده شفناه بالتبع كنا متوقعينه، اللي احنا شفناه في الماتشات اللي قبل كده، شفناه في الماتشات اللي حصلت امبارح. حتى الفرق اللي بتكسب بسكور مش هو ده اللي احنا متوقعينه من الفرق او السكور اللي بيبقى موجود في الدوري المصري. صحيح. تمام، فطبعا دي نقطة مهمة جدا في الماتش. طب كابتن، توقعاتك للتالت والرابع، انا عارف صعب التوقع في ظل عدم ثبات المستوى بالشكل ده، ولكن انت دورك برضو كراجل يعني ليك خبرات كبيرة، اكيد بيبقى ليك رؤية، توقعاتك للتالت والرابع هيكون شكلهم ايه؟
الثالث والرابع الفرقه اللي هتنزل بروح اعلى هي اللي هتكسب روح. لان احنا دلوقتي كفنيات واضح ان الفنيات احنا يعني مش لا ترقى للمستوى، ولكن انا متوقع ان يعني ما بين الشوطين هيكون في زي ما بنقول كده دش من الكابتن اشرف. لازم طيب. الفرقه تنزل طب سريعا عشان يقولوا لي على المباراه كابتن نبيل توقعاتك سريعا. انا متوقع ان لاعيبه النادي الاهلي لو حست بالمسؤوليه وادت المستوى بتاعها هترجع للنادي الاهلي يكسب. طب اعزائي المشاهدين هنطير فورا لهيئه قناه السويس صالة هيئه قناه السويس باسماعيليه والكابتن ومعلقنا الكابتن احمد مناع.